لكن خلينا برضو النهارده ننعي يعني بخالص الاسى والحزن طبعا فقيد على مستوى القضاء المصري الشامخ وعلى مستوى الرياضي. النهارده الرياضه المصريه خسرت وخاصه نادي الزمالك، ودعوا المستشار الجليل احمد البكري. المستشار احمد البكري بعد معاناه يمكن لعده اسابيع، الاسبوعين اللي فاتوا كان بيعاني من طبعا فيروس كورونا، ووصلت حاله المستشار في الايام الاخيره وضعه على جهاز التنفس الصناعي، لكن للاسف بقت كل محاولات علاجه للاسف بالفشل، وتوفى النهارده الصبح. يعني الحقيقه يعني حاله من الحزن الشديد على الفقيد الراحل، رجل العداله على طول تاريخه على المستوى القضاء الشامخ المصري، وعلى كمان تواجده في نادي الزمالك كرئيس لنادي الزمالك. النهارده كان في جنازة الفقيد لفيف من مسؤولي مصر، على رأسهم طبعا الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، والكابتن أكيد كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وبعض أعضاء مجلس إدارته، العميد محمد مرجان ده المدير التنفيذي، وكمان عدد كبير جدا جدا من المسؤولين والمستشارين والرموز الكبار. تعالوا مع حضراتكم نشوف يعني تقرير عن رحيل الجليل المستشار أحمد البكري. ودعت جماهير نادي الزمالك والكرة المصرية ومنصات القضاء الشامخ اليوم الخميس 24 من شهر ديسمبر لعام 2020 المستشار الجليل أحمد البكري رئيس نادي الزمالك بعد أقل من شهر واحد على توليه مقاليد الأمور في القلعة البيضاء، والذي وافته المنية اليوم جراء مضاعفات إصابته بعدوى فيروس كورونا اللعين. وتعرض المستشار أحمد البكري للإصابة بفيروس كورونا بعد أيام قليلة من قرار تعيينه رئيساً للجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، بعد قرار وزارة الشباب والرياضة بإيقاف مجلس النادي الأبيض. وبعدما ساءت حالته في الأيام القليلة الماضية وتم وضعه على جهاز التنفس الاصطناعي، أعلن المستشار هشام إبراهيم عضو اللجنة الثلاثية المؤقتة لإدارة نادي الزمالك عن وفاته بعد صراع مع المرض. ونشر الزمالك بيانا رسميا قال فيه: تتقدم اللجنة المكلفة برئاسة الزمالك واللجان التنفيذية وجميع العاملين في النادي بخالص العزاء لأسرة المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة، والذي وافته المنية صباح اليوم. كما أعلن مسؤولو النادي الحداد في النادي لمدة 3 أيام، ووقف الأهلي كعادته في هذه الظروف مسانداً لجماهير الزمالك وأسرة الراحل، ونشر نعياً رسمياً للفقيد تقدم من خلاله بالعزاء إلى الزمالك وأسرة المستشار أحمد البكري. وجاء في بيان الأهلي: محمود الخطيب رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي وقطاعات النادي الرياضية ينعون ببالغ الحزن والأسى أحمد البكري رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، وندعو الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان. وتقدم الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وعدد كبير من أعضاء مجلسه رفقة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ولفيف من المسؤولين والمستشارين تقدموا جنازة المستشار أحمد البكري اليوم الخميس في مقابر عائلته بالشيخ زايد. كما نعت معظم الأندية المصرية ووزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة ونادي القضاة المصري والشخصيات العامة ورموز نادي الزمالك المستشار أحمد البكري، سائلين الله أن يلهم أسرته الصبر على فراقه. ولد المستشار أحمد البكري في قرية المقراني التابعة لمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، وتخرج من كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1980، وبعدها التحق بالنيابة العامة وتدرج في مناصبها حتى وصل إلى درجة محامي عام أول، ثم نائب لرئيس محكمة استئناف القاهرة، ثم رئيس بمحاكم الاستئناف، إلى أن أصبح رئيساً لمحكمة جنايات الجيزة. بقاء لله.
بقاء لله. واحنا من أسرة البيت الكبير الحقيقة بنقدم خالص التعازي لكل جماهير نادي الزمالك وأسرة الفقيد الراحل وأسرة القضاء، أسرة القضاء المصري. ولازم الحقيقة يعني النهاردة سيادة المستشار اتوفى إثر جائحة كورونا. النهاردة يمكن أسوأ حاجة في 2020 يعني هي حالات الوفيات جراء الفيروس اللعين ده. فطبعا احنا دايما هنا ما بنشدد ودايما هنا يعني ما بنكرر دايما حرصنا وتحذيرنا الدائم بانه يعني لازم كلنا ناخد بالنا، لازم كلنا ما نستهونش، لازم كلنا نتبع الاجراءات ونخاف على نفسنا ونخاف على اولادنا وحبايبنا. ونشوف يعني العدد الكبير ده يمكن من اللعيبه والرياضيين في مصر اللي كل يوم الحقيقه بيتم الاعلان عن اصابتهم بفيروس كورونا. لا، الموضوع بجد. الموجة التانية ده غير السلالات الجديدة أبناء كورونا اللي بيتم اكتشافها النهاردة. العالم كله عمال بيستكشف في هذا الفيروس لحد الآن، فربنا يرحمه. وإحنا يعني بنقدم كمان خالص عزائنا أكيد لأسرته ومحبيه وأقرب الناس ليه.